مرحبا بكم. اليوم نتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين أو تنظيم الإخوان المسلمين. هذا التنظيم الذي أنشئ منذ عام 1928 على يد حسن البنا، لكنه شهد عبر التاريخ وفتراته المختلفة نوع من المد والجزر ما بين حظر أو عدم الحظر ونوع من الممارسة السياسية والدعوية، لكن الخط الفاصل كان ما بين حظر تم على هذه الجماعة لثلاثة مرات رسميا. بدأ منذ عام 1948 عقب حرب فلسطين وفي عهد الملك فاروق مع رئيس الوزراء رئيس وزراء مصر الأسبق النقراشي باشا في عام 48 تحديدا، وبعدها تم اغتياله على يد أحد عناصر تنظيم الإخوان المسلمين. الحظر الثاني بالنسبة للجماعة كان عقب حادث اغتيال أو محاولة اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في عام 1954، وعقب هذه الفترة تم حظر نشاط الجماعة وتم القبض عليهم داخل السجون المختلفة، إلا أنه تدريجيا في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بدأت جماعة الإخوان وعناصرها تخرج من السجون المختلفة، وصلت النهاية إلى عام 1975 في الإفراج عنهم. الآن القرار بالحظر والأخير كان من محكمة مستأنف القاهرة، وتتحدث هذه المحكمة عن حظر جماعة الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها وتنظيم الإخوان وأيضا ملاحقة أو حظر ممتلكاتهم والتحفظ على أموالهم المختلفة. السؤال في هذه الحلقة بيطرح نفسه، هل حظر جماعة الإخوان المسلمين يتوقف فقط على الشق القانوني أم أن الحظر يجب أن يكون سياسيا أيضا، أي في ممارسة الحياة السياسية في مصر سواء في المرحلة الحالية أو ما هو قادم في مرحلة خارطة الطريق وخارطة المستقبل؟ كل هذه الأمور سأناقشها معكم ومع ضيوفي الكرام، والمطلوب فقط مشاركة قناة النيل الأخبار في الموقع الذي سأذكركم به وأيضا أرقام الهاتف. همزة وصل اي جي هو موقع البرنامج على تويتر او على الفيسبوك، وايضا ساذكركم بارقام الهواتف المختلفة، هاتف محمول 1451 او هاتف ارضي 0900545. يمكنكم ايضا مشاركة قناة النيل الاخبار عبر الرسائل النصية القصيرة على رقم 1410. نتابع هذا التقرير ثم نعود فورا لبدء الحلقة. ضربة تنصيمية لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين جاء بها حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بحظر أنشطة الجماعة وكل المؤسسات التابعة لها والتحفظ على أموالها وقادتها وأعضائها. حكم المحكمة كما يقول قانونيون لا يدين الجماعة بأي اتهامات، لكنه إجراء وقائي يتوخى درء المخاطر المترتبة على ممارسة الجماعة وأعضائها لأنشطة قد تكون تخريبية وتضر بالأمن القومي للبلاد وتحدث تجديرا للسلب العام، وهو حكم معجل بالنفاذ إلى أن يفصل القضاء في هذه الاتهامات الجنائية المنسوبة للجماعة. وبطبيعة الحال رفض تنظيم جماعة الإخوان الحكم القضائي محاولين زرع الفتن في المجتمع المصري من جديد من خلال وصف الحكم بالمسيس الذي يعتمد على المحاباة للحكومة الحالية، حيث أعلن حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة أن الحزب سوف يطعن على الحكم. القوى السياسية المدنية من جانبها رحبت بحكم حظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين بوصفه داعما لاستكمال عمليات مكافحة الإرهاب وتكثيف منابعه، حيث رأت أن ذلك بمثابة إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وتخيير عناصرها ومؤيديها ما بين الاندماج السياسي في خارطة الطريق أو مواجهة الإقصاء السياسية، بالرغم من كون الحكم صدر بصفة مبدئية وليس نهائيا. الحكم يوصف بأنه تاريخي حيث أنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بحظر الجماعة، رغم أن الجماعة صدر لها من قبل قراران بالحل أولهما في عهد الملك فاروق عام 1948، والثاني صدر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، إلا أن القرارين لم يتضمنا حظر أنشطتها رغم أن نظام مبارك كان يطلق عليها المحظورة في الوقت الذي تمارس فيه الجماعة أنشطتها علنا. ومن هنا تأتي أهمية هذا الحكم، فهو الأول في تاريخ الجماعة الذي يفرض عليها حظرا فعليا بقوة القانون.
في برنامج همزة تواصل اليوم نتناول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم برمته. هل الحظر سيكون شأن الجماعة رسميا خاصة بعد قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أم سيكون هناك عدد من إجراءات التقاضي التي من الممكن أن تؤثر في هذا القرار؟ كما تابعنا في التقرير الحل لمرتين كان هو الأبرز، لكن الحظر رسميا بقرار محكمة كان هو الأحدث في عام 2013 بالنسبة لتنظيم الإخوان المسلمين. دعونا نتابع آرائكم المختلفة التي وردت حتى اللحظة عبر صفحة البرنامج مع زميلي محمد عبد الحكم. إليك الله. شكرا هبة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بالفعل هناك العديد من التعليقات والمشاركات التي أتت إلينا عبر الفيسبوك وعبر تويتر على سؤال حلقة اليوم الذي يقول: هل ترى أن حظر جماعة الإخوان المسلمين يحتاج إلى قرار سياسي؟ البداية مع هاني أبو يوسف الذي يقول: جماعة الإخوان ملهاش حل. أما بالنسبة لأحمد البراهمي يقول: حكم المحكمة يكفي. مشارك آخر يقول: أعتقد أن حظر الجماعة ستحل الأزمة بها، بل بالعكس، بل سيزيد الأمر تعقيدا. ندى محمد من كفر الشيخ تقول: حظر جماعة الإخوان يحتاج إلى قانون يحظر الجماعة ويكون رادعا مش بس لجماعة الإخوان، لكل من يرتكب جرائم ضد الشعب المصري والوطن. عبد الهادي نجيب يقول: نعم القرار واجب لأنه سيكفي البلاد من شر الصراعات والتي ستنشب حتما بين الشعب والإخوان. صلاح شكري: جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة منظم، لا يجدي معهم الحظر ويجب مشاركتهم في الحياة السياسية لأنهم مصريين مثل أي جماعة أو أحزاب أخرى، ولا يكون لهم سيطرة مثل الأول لأنهم فقدوا مصداقيتهم مع الشعب. مشارك آخر يقول: نعم وبكل تأكيد. أحمد الكومي: الفكرة لا تحظر والإخوان فكرة. أحمد الحصى يقول: جماعة الإخوان جماعة لها جذور قوية في الشارع المصري، وحظرها ليس بمشكلة لأنها طول عمرها محظورة. مشارك آخر يقول: القرار السياسي الوطني الجريء مطلوب دائما، خاصة حينما تتعرض المصالح القومية العليا للخطر، والمشهد الواقعي في الشارع المصري يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن جرائم قتل الأبرياء والاعتداء على المنشآت العامة هي ملك للشعب، هي ملك أصيل للشعب المصري، من وحرق وتدمير أقسام الشرطة هذا ما نراه في الشارع المصري. أما بالنسبة لي مشارك آخر لم يكتب اسمه يقول: حتى لو مفيش حظر على الجماعة محدش هينتخب الإخوان مدى الحياة. إبراهيم محمد نصار: ما أعتقدش إن حل جماعة الإخوان هيفيد، لأنها اتحلت كذا مرة قبل ذلك، والعنف والتطرف بيزيد في الشارع المصري. ويكمل إبراهيم ويقول: ولكن يعتقد البعض أن حظر جماعة الإخوان شيء سهل، ولكن هذا بالشيء الصعب. عدنان يقول: لا أنتمي ولا أشرف أن أكون منتمي لأي حزب من الأحزاب، ولا أكون شيعي ولا علماني ولا أي شيء من الأكاذيب الذي أحاطت بنا، فإني مسلم على سنة ربي ورسوله، والمسؤول الأول والأخير شيخ الأزهر الشريف، ده لو تدخلوا علينا القيم الدينية الأخرى. أخيرا فاطمة إسماعيل تقول: لا طبعا لا يحتاج إلى قرار سياسي ولا بد أن تحل. يعني هناك تباين في الآراء هبة بين مؤيد ومعارض لحظر جماعة الإخوان، إما أن يكون بقرار سياسي أو إما الانتظار لحكم المحكمة. ربما يكون هناك آراء أخرى وربما هناك يكون تعليقات أخرى، سننتظر وستكون معكم في الفقرة المقبلة إن شاء الله. أما أنتقل إليك هبة الآن لكي تستقبلي أولى اتصالاتك الهاتفية. أشكرك محمد وأشكركم على هذه المداخلة التي تشرفنا بها عبر صفحة البرنامج. قرار بالحل سواء من المحكمة أم قرار سياسي، أرأكم اختلفت حتى اللحظة، ودورنا سيكون همزة توصل مع عدد من المحللين السياسيين وأيضا الخبراء القانونيين في هذا الشأن. يسعدني أن يكون معي الآن عبر الهاتف الأستاذ أبو العز الحريري البرلماني والمرشح الرئاسي السابق، وأيضا الأستاذ أحمد بان الكاتب والباحث السياسي، والأستاذ أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر. أرحب بكم جميعا على شاشة النيل الأخبار وتحديدا في همزة وصل. دعني أبدأ معك أستاذ أبو العز ونتحدث عن طبيعة الإخوان المسلمين وممارسة نشاطها المختلف عبر فترات التاريخ. ربما كان الزهوة الواضحة بالنسبة إليهم في عهد المخلوع، دخلوا أكثر من مرة البرلمان، آخره كان برلمان مثلا 2005 حصلوا على 88 مقعد، وكان هناك علامات استفهام ما بين علاقة الإخوان المسلمين بنظام الحزب الوطني. تعليق حضرتك.
أولا جماعة الإخوان قامت على فكرة إجرامية في حق الدين والوطن والإنسانية، في حق الدين إنها تتحدث باسم الدين الإسلامي وليس لأحد من البشر ما عدا الرسول الكريم الحق في التحدث باسم الدين، لأنه عندما يتحدث في أمور الدين كان يتحدث بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى، وبالتالي لم يكن يتحدث بكلام البشر الذي هو بشر أيضا منه، لكن كان يتلقى الوحي من السماء. وفي أمور الحياة هو القائل لنا أنتم أدرى بشؤون زمانكم، وأن المرجعية للناس كلها هي مرجعية إنسانية علمية، اطلبوا العلم ولو في الصين، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، ما قالش اطلبوا الدين من الصين، إنما الآن ما كان من أمر لكم فاصبوه إليه، وما كان من أمر إليكم فأنتم به أعلم. جماعة الإخوان تتحدث هي والسلفيين والجماعات الظلامية الأخرى تتحدث باسم الدين في أمور الحياة، حتى مش أمور دين بس، وبالتالي هي تنتزع لنفسها الحق والعياذ بالله في مشاركة الرسول الكريم في رسالته وفي نبوته، وتدعي أنها كمان تتعامل في أمور الحياة باسم الدين كما لو كانت تتلقى الوحي في تنظيم المرور وفي الإنتاج وفي الصناعة وفي الزراعة. كل هذا كلام ما علاقة له بالكتاب واضحة في فترة توليهم السلطة في العام الماضي. لا وهم من أول ما هم، ولذلك لأنهم أصلا قاموا على أساس خطأ هم والسلفيين جماعات أخرى، فحسن البنا زعيم الإرهابيين قال بفكرة التمكين، محمد عليه الصلاة والسلام ما قالش بفكرة التمكين، التمكين معناه إخضاعك أو إخضاع القبيلة أو الوطن أو الشعب لإرادة من يتمكن من إخضاعه، يتمكن منه يعني. محمد عليه الصلاة والسلام دعا إلى سبيل الله بحكمة والموعظة الحسنة، وربنا أول حاجة نزلها إليه قال له اقرأ باسم ربك، اقرأ، ما قالوش تمكن، ما قالوش امسك الناس من زمرة رايتها، ما قالوش كفر المسلمين زي محمد بن عبد الوهاب بالسعودية، ما جعل المسلمين لهم انتوا كفرة وتغيبوا شهر اسلامكم على مذهبي انا مذهب محمد بن عبد الوهاب اللي ماشي عليه السلفيين والاخوان. انا بشكرك على هذه الاستهلالة وهذه التقديمة، ابقى معي ارجوك استاذ ابو العز الحريري لاني ساعود اليك مرة اخرى، لكن بعد التحدث مع الاستاذ احمد بن الكاتب والباحث السياسي. استاذ احمد، ظروف حرجة يمر بها الوطن الان، والحديث عن حظر جماعة الإخوان المسلمين، قرار المحكمة، واقع في الشارع المصري، مسيرات بين الحين والآخر، تعطيل للحياة العامة، تعطيل للمترو، قطع للطرق، عبوات ناسفة بين الحين والآخر تظهر في أماكن عدة، كل هذه الأمور هل يستقيم معها القرار السياسي بحظر جماعة الإخوان المسلمين أم ماذا؟ الحياة الجماعة التاريخية بدأت رحلة الحظر القانوني والحل مع العام 48، وكان أول قرار بالحل هو قرار صادر من السلطة التنفيذية ممثلة الحاكم العسكري وقتها محمود فهمي القريشي رئيس الوزراء. في الحل الثاني الحقيقة كان في العام 54، وكان قرار مجلس قيادة الثورة، وده برضه كان صادر عن السلطة التنفيذية. الجماعة لأول مرة في تاريخها تتعرض للحل من خلال حكم قضائي، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك استعجال بإصدار قرار إداري من جهة مرتبطة بالسلطة التنفيذية، وإلا يبقى هناك تكرار لنفس الخطأ القانوني. تقصد القرار السياسي لا حاجة له بجانب قرار المحكمة؟ لسنا في حاجة إلى قرار سياسي، يكفي جدا قرار أو قرار قضائي أو حكم قضائي بار تتوفر له شروط المزاهة والموضوعية. وده الحقيقه هيحط الجماعه خارج اخلاقي، لكنه في النهايه لم يغير من خطايا الاشياء شيء، لان الجماعه ضربت عبر تاريخها على العمل السري وليس العمل العالمي، حيث لم تتجاوز الفتره التي حظيت فيها بالوجود القانوني والعمل تحت نظام الشرعيه اكثر من ربع قرن، بينما غلب على ادائها الاداء السري طوال اكثر من 60 عام. وبالتالي موضوعيا لم يغير القرار او الحكم شيء بقدر ما يعني توضع الامور في المستوى القانوني، اذا كنا بسبب الحديث عن سياده القانون ودوله القانون. طيب، لكن احنا لسه امام اجراءات تقاضي من الطرف الاخر او من المتضرر من القرار. بطبيعه الحال القرار المصدر او الحكم المصدر صدر من محكمه الامور المستعجله، يبقى الحكم يصدر عن محكمه الموضوع ممثله في المحكمه الاداريه. طيب،
طيب أنا بشكرك أستاذ أحمد، وأرجوك أن تبقى معي قليلا عبر الهاتف، لكن أتحول سريعا إلى الأستاذ أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر. أتحدث معك أستاذ أحمد عن فكرة الحظر لجماعة أو حزب. المادة 54 في الدستور المصري تحدثت عن حظر إقامة أحزاب سياسية على أساس أو مرجعية دينية. هل سيطال هذا حزب الحرية والعدالة أو يؤثر في جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام والتنظيم الإخواني؟ يعني أعتقد قانونيا لم يؤثر في كل الأحزاب القائمة على مرجعية دينية بأي حال من الأحوال، واللي احنا بنطرحه ديت أنا شايف إن هي فلسفة عقيمة لا تفيد بالمرة في الحالات أو في اللحظات الفارقة من عمر الشعوب. ما فيش حاجة اسمها إن أنا أنتظر لحظة تقاضي في سبيل إن أنا أواجه جماعة إرهابية بتهدد أمن الوطن داخليا وخارجيا فأنا أنتظر حكم القضاء. ده ما بيحصلش في أي دولة في العالم. لما جماعة الإخوان صدر قرار أو صدر حكم بالحل قالوا أو بالحظر قالوا هذا القرار لن يؤثر فينا، وهم وجهة نظرهم مظبوطة، لأن العناصر الإخوانية في القواعد عقليتها معمول لها غسيل مخ، وهي بتزعم أو بتتصور أنها تحارب من أجل الدين ومن أجل الإسلام ومن أجل، وبالتالي كل هذه القرارات بالفعل لن تفيد في القواعد الصحية. بالنسبة لهم سيضرب بها عرض الحائط، ده كلام حضرتك، ده اللي أنا فيه. ده مظبوط. وبناء عليه المفترض جدلا أن زي ما كل دول العالم المتطورة الديمقراطية، عشان بس ما حدش يلوم أو يتصور إن إحنا ضد الديمقراطية، كل دول العالم في اللحظات الاستثنائية من عمرها وفي حياتها ولما الخطر الإرهابي بيتهددها بتصدر مجموعة من القرارات لحماية أمن هذه الدولة، وبالتالي أن أنتظر حكم قضائي في سبيل إن أنا أواجه الجماعة الإرهابية ديت، ده يبقى في الحالة ديت حكومة مرتعشة لا تستطيع مواجهة الإرهاب والخطر الذي يتهدد هذه الدولة. احنا امام الحكم القضائي، لكن فكرة حضرتك اللي افهمه منها ان يجب ان يكون هناك قرار سياسي، دي وجهة نظر في الموضوع. يجب ان يكون هناك قرار سياسي، والا تكون حكومة الدكتور حازم البدلاوي تعالج المواقف بقبضة مرتعشة، لان حكومة الدكتور البدلاوي تواجه هذا الخطر بقبضة مرتعشة، وبالتالي مش مطلوب ان انا انتظر على هذا الارهاب الاخواني ساعات قليلة، وايضا مطلوب ان انا احمي الشعب وعلى المتضرر اللجوء للقضاء ثم هو ينتظر الحكم القضائي وليس العكس، لان ده مستقبل مصر، ده مستقبل شعب، ده مستقبل منطقة، وبالتالي انا مش في حاجة ان انا انتظر اساسا حكم قضائي في سبيل ان انا احمي مصر من هذا الخطر الارهابي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر، وعودة مرة أخرى إلى الأستاذ أبو العز الحريري البرلماني والمرشح الرئاسي السابق. أستاذ أبو العز، نتحدث عن قرار سياسي وأهميته، حضرتك استهلت بطبيعة جماعة الإخوان وربما الخلط الدائم في عملهم ما بين الدعوة والسياسة وتطويعها لمآربهم الخاصة. هل القرار السياسي مجدي الآن على الأرض مع قرار المحكمة؟ هل هو الأسرع؟ هل هو المنجد بالنسبة للشارع المصري وما يحدث في نوع من عدم الاستقرار؟ بداية هي ليست جماعة دعوية. الدعوي الوحيد في مصر وفي العالم كله أن يعترف به بشكل صحيح ووسطي وغير خارج عن الدين وما بيمشيش وراء مذهب فقه الشخص ده أو ده هو الأزهر الشريف. هذه قصة. نحن لسنا في حاجة إلى جماعة تسمي نفسها جماعات دعوية وهي منحرفة. ده كان الأساس مفروض اللي طلع عليه التنظيم أو الجماعة. لا معلش هم يقولوا كده، لكن أنا ما ياخدش مني الشاب ده بس هم كده عمل مكان بيتكلم يمسح عقله وبعدين يخليه إنسان ماشي في الضلال وبيقتل في شعبه وبيخرب شعبه وهو يتصور إنه يفعل ده من أجل الدين. أجل النقطة الثانية الخاصة بالحظر السياسي والقانوني، أولا حكم المحكمة حكم نهائي للأسباب التالية، أنه الخصوم في هذه القضية هم كان رئيس الجمهورية ووزير التضامن بصفتهما، وزير الجمهورية رئيس الجمهورية ووزير التضامن ما طعنوش على الحكم ومش هيطعنوا على الحكم. الإخوان لا تستطيع أنها تطعن على الحكم لأنها مش هي القضية، ما كانتش في موجهتها هي القضية، كانت معمولة في موجهة رئيس الجمهورية ووزير التضامن. أنتوا ليه سامحين بكده؟ يعني هم مش من حقهم يا فندم يتعانوا على الحكم. لا مش من حقهم المستعجلة، ما هو اشترك فيها وبالتالي هذا حكم نهائي لكن يطبق عليهم. اه
هذا الحكم على كل حال مش هيطعن عليه لا رئيس الجمهوريه ولا وزير التضامن والا يبقى بيعلنوا افلاسهم واستسلامهم امام جماعه ارهابيه. طيب في الجانب المقابل هل انا محتاجه قرار سياسي للتفعيل؟ انا اقول لحضرتك القرار السياسي ليه مستويين او عده مستويات، المستوى الاول بيتمدى على ذهنه هو قرار من السلطه اللي موجوده لكن هو ده سهل وممكن يتعدى سلطه رئيس الجمهوريه ام رئيس الوزراء؟ لا هو في سلطه الجميع الحكومه ورئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه انهم يطلعوا قرارات تصار في اطار قانوني انما ما بيقولش كلام سياسه ويفرضه على الناس، عمر الحكومه في اي وطن ما تقول سياسه وتفرضها على الناس انما تحط سياستها في صيغه قانونيه تبقى ملزمه للناس. في قرار المحكمه لكن بدونه لا يستقيم. لا وكان من غير قرار المحكمه هي قد تستطيع بحكم المحكمه قد تستطيع انها تصيغ قانون وتصدره في نفس السياق اللي مشيت به المحكمه، المحكمه ما جابتش شيء من عندها، المحكمه عالجت الامور بشكل حقيقي. الحاجه الثانيه لو سمحتي لي ان الحظر السياسي هنا هو ليه مستوى اوسع واهم وهو الحظر الشعبي. وهم دلوقتي في مرحلة أفول شعبية هم والسلفيين والجماعات التكفيرية الأخرى الملاصقة لهم، ومن هنا يجي عدة أطراف، الإعلام زي ما حضرتك بتعمله بشكل كويس، بقية الإعلام يؤدي دوره، الثقافة تؤدي دورها، الأزهر يؤدي دوره بشكل ملح، التعليم العام والجامعي والمؤسسات المختلفة، نحن في مواجهة حالة مشابهة بالنازية، بس من يؤسفني إن أنا أقول إن النازية كان عندها موقف وطن يعني كانت بتحارب عايزة تعلي من شأن الشعب الألماني والدولة الألمانية، أما دولة من أول الخطوات لا يعترفوا بشعبية الشعب بوطنية الشعب المصري ولا بوحدة الوطن المصري وهم ماشيين بعكس المقتضيات الوطنية للشعب المصري وظروفه دولة. أشكرك على هذه الفكرة التوضيحية الأستاذ أبو العز الحريري البرلماني السابق والمرشح السابق بالطبع لرئاسة الجمهورية. وسريعا أتحول إلى الأستاذ أحمد بن الكاتب والباحث السياسي ونتحدث عن موضوع الحظر الشعبي. سريعا أستاذ أحمد، نحن في ظل خارطة مستقبل، جداول زمنية حددت بانتخابات رئاسية ثم انتخابات برلمانية، كيف ترى هذه الأمور ونصيب الإخوان المسلمين في الشارع السياسي المصري؟ أنا بس أتمنى على النخب الوطنية أن تتحرز من فكرة التخوين والشيطنة لأنها ليست المدخل المناسب للمصالحة الوطنية اللي هي أحد بنود خارطة الطريق، المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد. أعتقد أن خارطة المستقبل معنية باستيعاب الجميع، حالة الإخفاء والتخوين والاستئصال لن تحدث، لن تملك قوة في مصر استئصال طيار سياسي او حركه اجتماعيه سياسيه مجرد الاقصاء سيكون شعبي، الاقصاء سيكون شعبي. الشعب هو صاحب الحق وهو صاحب السياده على هذه الارض وهو من يملك ان يعزل او يعطي ثقته لمن يشاء، ويفترض الا نفرض لون من الالوان المساعده على الشعب المصري لكي نحدد له خياراته، الشعب هو الذي يختار. لكن ربما نتائج الانتخابات ستظهر كثيرا في هذا الامر، الوقت هو الذي سيحصل. الاذان النسبيه في النهايه تحددها ثقه الشارع المصري، واعتقد ان الشارع المصري اثبت في كل المواقف انه متقدم على النخبه المصريه، متقدم على القوى السياسيه، ويبقى كما كان يقول دائما الزعيم جمال عبد الناصر هو القائد والمعلم لكل القوى السياسيه. اتمنى ان اذا كنا جادين في الانتقال الى المستقبل ان نرفع الوصايا عن هذا الشعب. ونحن نتحدث ايضا في ذكرى وفاه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وربما نستلهم الكثير من الامور فيما يخص الاقتصاد او السياسه او حتى الامور الاجتماعيه والعداله في هذا الوطن. اشكرك جزيل الشكر واشكركم جميعا على من شاركني في هذه الفقره، الاستاذ ابو العز الحريري والاستاذ احمد بان وايضا الاستاذ احمد عبد الهادي. دعوني اتابع معكم باقه من ارائكم المختلفه التي وردت عبر كاميرا همزة وصلي في الشارع المصري. موضوع الحظر الإخواني المسلمين ده قرار يرجع للناس في الرئاسة اللي في الوزراء يقيموا الوضع يشوف هم ايه اللي ممكن يعملوه. لا طبعا في ايد القضاء طبعا، زي الحزب الوطني ما اتحل هم كمان حزب الحرية والعدالة هيتحل.
والله انا شايفه ان حل جماعه الاخوان المسلمين حل كويس جدا، لكن بقى سواء قرار سيادي من الدوله او سواء هي هتتحل باي طريقه مهما كانت هي لازم تتحل ويدخلوا معانا الحياه ويعيشوا معانا تاني من غير احزاب، يعني خلي الدين للدين وخلي السياسه للسياسه. اللي هيبدا يحل طبعا اكيد هو القضاء المصري، لان هو السلطه اللي في البلد، هي السلطه اللي ماسكه البلد حاليا، مش في اي جهه تانية. الاخوان المسلمين الناس دي ما عندهاش امانه طبعا اولا واخيرا، والناس دي لو كان عندها امانه كان ربنا سبحانه وتعالى نجانا. ربنا سبحانه بيقول ايه؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ولا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم. لو الناس دي كان جواها امانه كان ربنا سبحانه وتعالى نجاها ووقف جنبيهم. في ايد القضاء المصري فضل جماعه الاخوان المسلمين على مستوى تشكيلاتها، سواء جماعه او جمعيه او حزب، المفروض ان القضاء المصري هو اللي يلغيه، لان هو صاحب السلطه القضائيه. طبعا انا شايف ان احنا كلنا لازم نحترم احكام القضاء المصري طبعا، والقضاء المصري هو المفروض ان هو يعني يكون ليه كلمه في ان هو يحدد حل جماعه الاخوان او عدم حلها، وعلى مؤسسه الرئاسه ان هي تدعم قرار الحكومه ده، قرار القضاء ده بقى في صلاح الشعب المصري. يعني الاحلاء ليه مؤسسه الرئاسه؟ ليه ما يبقاش في قرار سيادي؟ ما احنا خايفين من ايه؟ ايه اللي احنا خايفين منه؟ وبعدين يحولها القضاء بعد كده، القضاء 100% يحكم لها. لكن ليه احنا قاعدين مستنيين ايه؟ لازم نعمر بلدنا، لازم ننقذ بلدنا، محدش هينقذ بلدنا الا احنا. اللي يقدر يحل دلوقتي جماعه الاخوان المسلمين الجيش، مفيش غير الجيش، احنا عايزين الجيش يمسك البلد ويعمل احكام قضائيه. الناس دي تعبتنا، احنا مش لاقيين شغل، 80 مليون شاب قاعدين على الرصيف مش عايزين يتجوزوا ولا عارفين ياكلوا عيش ولا عارفين يعملوا اي حاجه. تعبنا والله من الناس دي. مرحبا بكم مرة أخرى، نتحدث عن تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين ما بين الحل والحظر وممارسة الشؤون السياسية المختلفة وكيفية الحظر الشعبي أو محاصرة جماعة الإخوان المسلمين بنوع من الرفض من فئات الشعب الكثيرة في هذا الوطن تحديدا، وكما وجدنا على لسان الكثيرين أن هناك تعطيل للحياة اليومية للمواطن البسيط. دعوني أتحول إلى باقة من الاتصالات الهاتفية الأخرى. معي الأستاذ أحمد صفي الدين المتحدث باسم ائتلاف شباب 25 يناير، أرحب به. وأيضا معي المستشار أحمد الفضالي رئيس جمعيات الشبان المسلمين، والمستشار حمزة فؤاد الفقيه القانوني، أرحب بكم جميعا في همزة وصل. سيادة المستشار أحمد الفضالي، دعني أبدأ بالتحدث إليك، والحديث متواصل عن قرار سياسي. هل نحن بحاجة إلى قرار سياسي لحظر جماعة الإخوان المسلمين يدعم قرار المحكمة، أم قرار المحكمة يكفي ويجب تفعيله على الأرض بشكل سريع؟ أولا هو قرار الشعب سبق الجميع الحقيقة. قرار الشعب المصري حينما أسقط جماعة الإخوان المسلمين وأسقط حكم الإخوان المسلمين كان قرارا واضحا، وكان قرارا يمثل الرأي العام في مصر. ولذلك كل ما أؤكده الآن أن القضاء حينما قضى بالقضاء المستعجل بوقف هذه الجماعة أو بحظر نشاطها أو بالتحفظ على ممتلكاتها، كل هذا يأتي في إطار قرار كان قد سبق وقد اتخذته اللجنة القانونية للاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر، وهي المنوط بها وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002، هي المنوط بها إصدار الرأي بشأن حل الجمعيات الأهلية من عدمه. وقد قررت هذه اللجنة، وقررت بناء على الاتحاد الذي أشرف بعضواته أيضا، الموافقة على حل جماعة أو جمعية الإخوان المسلمين نظرا لما اقترفته من مخالفة جسيمة للقانون، ما اقترفته أيضا من ارتكاب جرائم وتمكين أسلحة في مقرات الجمعية واستخدامها لتدريب مرشيات وتوجيه العنف في المجتمع. كل هذا يتعارض تماما مع مفهوم أي جماعة أو جمعية، لأنه يشترط فيها أن تكون داعية للحوار والتفاوض والسلام، ولكن ما جاء به جمعية الإخوان المسلمين أكد للرأي العام قبل أن يتأكد في القضاء وقبل أن يتأكد في الاتحاد العام للجمعيات أنه أمر مخالف لطبيعة الأشياء، وأنه أمر يقتضي التصدي والمواجهة
والا تتعرض. طب سياده المستشار معلوماتي ان حضرتك الان في المانيا ونفس نفس السياق او نفس الموضوع تتحدث في مؤتمر عن حظر جماعه الاخوان المسلمين وكيفيه حلها وحظر اموالها المختلفه، الكلام ده مظبوط؟ بالظبط احنا كنا في طيب ايه اللي وصلتوا له في المؤتمر؟ هذا اللقاء بيهدف الى توعيه الراي العام العالمي وليس الراي العام المحلي في مصر. الراي العام العالمي ما زال لم يكن او لم تكن الصوره واضحه بالكامل امامنا. ده مؤتمر رسمي يا فندم ولا مؤتمر على المستوى الشعبي؟ لا ده مؤتمر نظمته بعض المنظمات الالمانيه وبعض المنظمات الاوروبيه، وما زلنا في جوله نحاول من خلالها ان نلقي الضوء على فوضى وعلى ان الشعب المصري هو الذي اسقط حكم الاخوان، لان البعض بيحاول وهذه الجماعه تحديدا تحاول من خلال رجالها في اوروبا على وجه اليقين تحاول ان ترسل برساله سلبيه ان هناك انقلابا، وهذا عبث يعني وعراء. ولذلك كان هناك ارتياح لدى الراي العام العالمي وكان هناك توضيح للموقف، وما زلنا نحتاج الى كثير من الوفود المصريه ونحن نعد الوفد. هذا ليس وفد اليوم، ده مجرد زياره، ولكن الوفد يعد يعني تدشين وفد شعبي دبلوماسي قوي لمصر يجوب دول العالم الاوروبي على وجه التحديد ثم يذهب الى روسيا والصين، وهذا الوفد محوره الاساسي هو توضيح حقيقه ما اقترفه الاخوان المسلمين من جرائم ضد الشعب المصري، ما ارتكبته هذه الجماعه من افعال يندى لها الدين، واي دوله في العالم لا توافق ابدا اذا كانت تحاول ان تنصر الديمقراطيه وان تدعي الحريه، لكنها في الوقت نفسه لا يمكن ان تسلم بما فعله الاخوان ولا يمكن ان تعطيه شرعيه، بل تطالب باسقاطه معنا. وحينما عرضنا بعض الصور التي كانت يقترفها الاخوان الجميع ابدى التياؤف تماما، بل طلب بان يتم معاقبه ومحاكمه هؤلاء محاكمات جنائيه عاجله. اشكرك. بالتالي الصوره الذهنيه بدات في التكوين ولكن بشكل معاكس لما حدث في 30 من يونيو، لانها في العديد من الدول ربما اضطرب التقييم ما بين انقلاب عسكري ام ثوره شعبيه، ربما ايضا ما حدث في خطابات الامم المتحده او الجمعيه العامه للامم المتحده للرئيس الامريكي باراك اوباما او في كلمه مصر بالامس على لسان وزير الخارجيه السفير نبيل فهمي، كل هذه الامور ربما عادت الكثير الى نصابه ووضعت النقاط فوق الاحرف، لكن تحتاج الى بعض الوقت للتفعيل الواقعي على الارض. اشكرك جزيل الشكر، لا اريد ان اطيل معك لانك خارج البلاد، سياده المستشار احمد الفضالي منسق تيار الاستقلال، واتحول الى الاستاذ أحمد صفي الدين من ائتلاف شباب 25 يناير وهو المتحدث الرسمي باسم الائتلاف. الحقيقة أستاذ أحمد الحديث يطول عما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين وعناصرها المختلفة أو الموالين والمناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي، ما يدور في الشارع وما بين القضاء وقرار القضاء، كيف ترى كل هذه الأمور وتقيمها الآن على الأرض؟ أنا لحل الشيخية حل جماعة الإخوان المسلمين بقرار سياسي أو باللجوء للقضاء. في 48 قرار سياسي من قبل النقراشي باشا، لأنهم قاموا باختيال بعض أحمد ماهر والقاضي الخزندار. في 54 كذلك قتل عبد الناصر، وفي 77 تم اختيال الشيخ الذهبي. أما أنا مع اللجوء للقضاء والقضاء الإداري ووفقا لقضاء الامور المستعجله بالتحفظ على اموالهم عشان ما يظهرش علينا همان وفرعون وابو لهب وشارون ويذكر ان ده انقلاب عسكري، حتى نبعد الشبهه عن ان ده انقلاب عسكري، فلابد من اللجوء للقضاء، وكافه الشواهد القانونيه ترشح الغاء الجماعه، بما انهم بقى خاضوا في فكر واحد وخاضوا في دوله ليس لها حدود وخاضوا في دماء المصريين. فدي وجهه نظر اللي احنا نلجا للقضاء لان الدوله محتاجه اللي طيب لجانا يا فندم وطلع القرار بحكم محكمه بالحظر، لكن تفعيله على الارض او يعني كبح جناح ما يقومون به في الشارع المصري كيف يتم في غياب القرار السياسي؟ هل نحن بحاجه اليه ام بحاجه لقوانين خاصه لتفعيل قرار المحكمه؟ في حاجه لتفعيل قرار المحكمه وليس في حاجه لتفعيل قرار سياسي الان حالا، لا يجوز باي حال من الاحوال الان اللجوء لقرار سياسي، لان هيبقى في شبهه انقلاب عسكري،
لو لجأنا لقرار سياسي او لجأنا لقرار في حكومة البتلاوي او حكومة 30 يونيو يبقى احنا دخلنا في افكار زي ما قلت لحضرتك كل من هم بيكرهوا مصر هيوصلونا لمرحلة ان ده انقلاب عسكري. فلابد من الشواهد يعلموا جيدا هم من فعلوا الاخوان في مصر. وفي نفس الوقت انا شايف ان الشواهد القانونية ترشح كلها لإلغاء هذه الجماعة. نعم اشكرك جزيل الشكر الاستاذ احمد صفي الدين المتحدث باسم ائتلاف شباب 25 يناير. وسريعا اتحول الى سيادة المستشار حمزة فؤاد الفقيه القانوني. برحب بحضرتك يا سيادة المستشار. اهلا وسهلا بك. سيادة المستشار، هل نحن بحاجة إلى أحكام استثنائية، محاكم استثنائية في هذه المرة نطلبها مرة أخرى، محاكم ثورية، أم هي ستضر بالنظرة العامة لمصر وليس في مصلحتنا أن نقوم بأحكام استثنائية أو محاكمات استثنائية أو محاكمات ثورية، ومن ثم يجب أن نتبع أحكام القضاء بتوقيتاتها المختلفة التي ربما تطول كثيرا حتى تطبق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا عشان نعرض المسألة القانونية وكيفية تدخل القضاء أو الدولة فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين التي ارتكبت من الجرائم ومن إفساد الحياة السياسية والذي دفع الشعب المصري إلى القيام بثورته في 30 يونيو، لابد أن نسترجع التاريخ ونقول أنه قد صدر قرار في 48 بحل هذه الجماعة، ثم صدر قرار من مجلس قيادة الثورة في سنة 54 بحل أيضا، وصدر حكم قضائي تأكيد لهذا الحل في عام 90 من مجلس الدولة، ثم صدر قرار محكمة الأمور المستعجلة منذ أسبوعين تقريبا بحظر أنشطة. ما الفرق يا سيادة المستشار لو أنا قرارات الحل كانت بتحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وزعيم الراحل جمال عبد الناصر قام بالقبض عليهم وقام بسجنهم، ربما تعدى العدد المئات، ربما وصل إلى الآلاف في هذه الفترة تحديدا فترة الستينيات، يعني قرار الحل كان أقوى من قرار الحظر. هو الموضوع متداخل الجانب القانوني والقضائي مع الجانب السياسي، ولذلك احنا عايزين نؤكد على ان القضاء لم يتردد لحظة في النطق بما يؤكده القانون من ان هذه الجماعة تستعمل الأسلحة وتعرض حياة المواطنين للخطر وترتكب إفسادا في الحياة السياسية، فقد قام القضاء بدوره ويقوم. والمعلوم حاليا ان هناك محاكمات جنائية لمن ارتكب جرائم وسوف يفصل فيها القضاء. الأمر المهم والمتعلق بأنه يتعين على المواطنين وليس الدولة أو القضاء أن يقوموا بواجبهم بعدما تكشف لهم أمر جماعة الإخوان المسلمين في كل الانتخابات المقبلة، ويقوم بدوره في عدم تمكينهم انتخابيا من الحصول على أماكن في البرلمان أو التصويت لصالح مرشح ينتمي إلى هذا التيار شعبي. لكن إذا ما خرج قرار سياسي من سلطة رئيس الوزراء أو من سلطة رئيس الجمهورية، هل سيطعن عليه بعدم قانونيته؟ يا سيدتي، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة هو حكم واجب النفاذ، وعدم تنفيذ هذا الحكم وفقا لقانون العقوبات يشكل جريمة. وفي حدود معلوماتي أنه الحكومة أعلنت أنها في سبيلها إلى تشكيل لجنة لتنفيذ هذا الحكم على كافة مناطق الجمهورية ومحافظات، ولم تشكل حتى اللحظة. وبالتالي هذا الأمر يستوجب أن يثير تساؤل كبير، لماذا لم تقم الحكومة تنفيذ هذا الحكم؟ وهل أعلنت بشكل رسمي بالصيغة التنفيذية الحكم من عدمه؟ هذه المسائل المرتبطة بالموضوع. ولكن الأهم كما ذكرت لسيادتك أنه يتعين على الشعب أن ينتبه، وأن الشعب لابد أن يقوم بسلطته كأفراد في عدم تمكينهم سياسيا مرة أخرى لعدم العبث بهذا الشعب ومقدراته.
نعم، أشكرك، أشكرك جزيل الشكر سيادة المستشار حمزة فؤاد الفقيه القانوني. وسريعا أتحول مرة أخرى إلى زميلي محمد عبد الحكم لمعرفة كل ما وصل عبر صفحة البرنامج من آراء. إليك محمد. شكرا هبة، مستمرين معكم في عرض تعليقاتكم ومشاركتكم على سؤال حلقة اليوم الذي يقول: هل ترى أن حظر جماعة الإخوان المسلمين يحتاج إلى قرار سياسي؟ كنا توقفنا عند رضا الجريدي الذي يقول: قرار سياسي وجماهيري وكل القرارات القديمة تتجدد، لأنهم بينسوا ولازم يوثق كلامهم ده بقانون خاص بهم في الدستور كمان علشان يتهدوا للأبد. محمد يقول: رصيدهم في الشارع أصبح صفر. أحمد المغربي: لا يحتاج هذا الحظر إلى أي قرارات، فهذا قرار الشعب المصري، وياريت يتم تفهيم هذا القرار خارج مصر لكي نعيش في راحة بال. رمضان المصري يقول: الأمر لا يتعلق بجماعة الإخوان لأن القاعدة متسعة من المعارضين للانقلاب العسكري، ويجي ويشوف حاجة تفيد تقدمهم، يعني هو تعبير غير مفهوم. محمد سويدان يقول: جماعة الإخوان يجب حلها قرارا بقرار سياسي، ولكن قبل حلها تكون في بالحظر، أي لكن لابد من الحظر المدروس لاحتواء أي أزمات مقبلة، ويجب على الحكومة اعتقال أي عضو من أعضاء جماعة الإخوان المتفق عليه في تنفيذ بعض الجرائم. حاتم يقول: نعم، هو مؤيد للقرار السياسي علشان لا يسود العنف بين الناس أو التطرف أو غيره. أيمن أبو أحمد يقول: جماعة الإخوان المتأسلمين تم حلها ولكن ليس سياسيا أو قضائيا، إنما تم حلها شعبيا. عندما نزلت مصر للميادين يتهتف يسقط يسقط حكم المرشد. أخيرا عصام منصور يقول: ممكن حضران من القضاء أو من أي مكان آخر. يعني هبة، يعني لاحظتي كما لاحظنا في اتصالاتك الهاتفية هناك تعليقات كثيرة على هذا القرار، وهناك تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض لمن يريد قرار سياسي لحل جماعة الإخوان المسلمين ومن ينتظر لقرار قضائي لحل تلك الجماعة، ولكن هكذا تكون الآراء وهكذا يكون التباين في الشارع المصري. أعود إليك هبة مرة أخيرة. نعم محمد، صحيح أن هناك اختلاف في الآراء ما بين أهمية أن يكون هناك قرار سياسي أم نعتمد فقط على قرار وحكم المحكمة، لكن ربما اتفق أيضا الأغلبية العظمى أو كافة الآراء التي وردت عبر صفحة البرنامج أنه يجب أن يكون هناك إعادة نظر في نشاط جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين، سواء بقرار سياسي أو بقرار محكمة أو في الأعم والأشمل بالحظر الشعبي لهذه الجماعة. دعوني أشكر كل من اهتم بمشاركة قناة النيل الأخبار عبر صفحة البرنامج وأيضا ضيوفي الكرام عبر الهاتف، لكن أذكركم بحلقة الغد، والسؤال سيكون عن قرار وزارة الأوقاف بحظر اعتناء المنابر من غير الأزهريين، هل توافق أم تعارض على هذا القرار؟ أراكم المختلفة سنستقبلها بالشكل المعتاد عبر الهاتف وعبر صفحة البرنامج الخاصة. شكرا لكم وإلى اللقاء.